أزيد من 18,000 مترشحا ومترشحة التحقوا ب60 مركز امتحان على مستوى إقليم ولاية تلمسان لاجتياز شهادة التعليم النهائي، والعينة من مركز ابن طفيل. المعنويات ملاح، إن شاء الله يكونوا سجيات سهلين، وجه أداء أمي الزوج إن شاء الله يكون فيها خير إن شاء الله. أهجى اليوم المنتظر، إحنا اليوم ماشي نفوتوا بعد تعب وعناء، والحمد لله إن شاء الله تكون كاينة نتيجة في الآخر المطاف. نتمنى النجاح لكاع التلاميذ ونجحت ليا. البروتوكول الصحي والمرافقة النفسية كلها إمكانات سخرتها الجهات الوصية لتجسيد الأهداف المسطرة. كانت عندنا وقفة قبل إجراء لمعاينة مدى تنفيذ كل الإجراءات، خاصة فيها إجراءات البروتوكول الصحي، والحمد لله يعني كل الأمور متوفرة وتأطير متوفر، وأيضا فيه قاعة طبية على مستوى كل مركز فيها أطباء ونفسانيين للتكفل بأبنائنا التلاميذ إن شاء الله. تم اختيار وفتح 4 مراكز إجراء للمترشحين الأحرار عبر إقليم الولاية، وذلك لتكافؤ الفرص وتفادي كل المعوقات التي تمكن أن تكون في هذه الفئة. فكل التوفيق لتلامذتنا عبر ربوع وطننا الحبيب.